السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات صف الثالث الإعدادي، أنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة العلوم في منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شيماء أديب، معلم أول علوم بمحافظة مطروح. استكمل النهاردة بإذن الله حلقات المراجعة النهائية في مادة العلوم. هنحل مع بعض مجموعة من الأسئلة، هستقبل إجاباتكم في الشات، وكمان لو في اي اسئله عند حضراتكم او اجزاء محتاجين اعاده شرحها يا ريت برضو تبعتولي، انا متابعاكم. تعالوا نشوف مع بعض الاسئله بتاعتنا النهارده بتقول ايه. السؤال الاول بيقول لي اكمل العبارات الاتيه: تتجمع النجوم القديمه او الاكبر عمرا في نقط مجره درب التبانه. احنا عارفين المجره المفروض انها بتاخذ شكلها من تناسق وترتيب النجوم بتاعتها، وبالتالي النجوم اللي اقدم في العمر كانت النجوم الموجوده فين؟ كانت النجوم الموجوده في مركز المجره، بينما النجوم الأحدث فهي المتواجدة على أطراف المجرة. لو أنتوا فاكرين نجم الشمس كان من النجوم الحديثة الوقوع على طرف أحد الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. السؤال الثاني: يختفي الفرد الأبوي عندما يحدث التكاثر فين؟ دي حاجة كانت مميزة جدا للنوع ده من التكاثر. بيختفي الفرد الأبوي لما بيحدث التكاثر فين؟ يلا شباب، عايز أشوف الإجابات بتاعت حضراتكم. تسنيم، برافو. يختفي الفرد الأبوي عندما يحدث التكاثر في إيه؟ خدوا بالكم بقى شباب إن هنا السؤال ده مفتوح، بس ناخد بالنا بقى في الأكمل. يعني أنا هنا هكتب في كلمة الانشطار الثنائي ولا هبدأ أخصص وأدي أمثلة على الانشطار الثنائي؟ فلما اجي اقول يختفي الفرد الابوي عندما يحدث التكاثر في الانشطار الثنائي، مش لايقه الجمله، مش مظبوطه. فيختفي الفرد الابوي ممكن عندما يحدث التكاثر بالانشطار الثنائي، لكن كلمه في دي معناها ان هو كده محتاج مثال، فانا اديله بقى اي مثال من امثله الانشطار الثنائي: البكتيريا، الطحالب البسيطه، او مثلا في الاوليات الحيوانيه تمشي معي، او اي واحد من اللي احنا واخدينه في المنهج. تمام شباب؟ يبقى اذا اركز في صيغه السؤال. طب لو واحد كتب الانشطار الثنائي تمشي يا مس، هقول لك تمشي، بس يعني حسب بقى نموذج الاجابه. خلينا في صيغه الجمله، سؤال اكمل، سؤال مهم جدا ان انا ارجع اقرا الجمله بتاعتي كامله عشان اشوفها لايقه في الاخر ولا لا. يبقى اختفي الفرد الابوي عندما يحدث التكاثر في البكتيريا. بصي تسنيم، لقيتي نفسك كاتبالي عندما يحدث التكاثر بالانشطار الثنائي، يعني اديكي طيرتي بنفسك كلمه في، فمعنى كده ان الجمله بالنسبه لك ما كانتش لايقه. فهمتي اللي أنا بقوله؟ الشعاع الضوئي الساقط مارا ببؤرة عدسة محدبة ينفذ من العدسة إزاي بقى؟ شعاع ساقط مارا بالبؤرة، إحنا اتفقنا أي حاجة بتعدي من البؤرة المفروض إن هي بيحصل لها إيه؟ بتخرج موازي، يبقى ينفذ موازيا للمحور الإيه؟ الأصلي للعدسة. الكتلة كمية فيزيائية إيه يا شباب؟ السؤال المرة دي سهل، الكتلة كمية فيزيائية قياسية لأنه يلزم وصفها وصفا تاما، معرفة مقدارها فقط. بقيت الناس الحلوة فين؟ الإجابات بتاعتها أنا شايفة في ناس حاضرة بس مش بتجاوب. السؤال اللي بعده علل: يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي. الانقسام الميوزي ليه بنسميه اختزالي يا شباب؟ الانقسام الميوزي يعرف باسم الانقسام الاختزالي. السبب؟ لان عدد الكروموسومات فيه بتختزل للايه؟ للنصف. يبقى لان عدد الكروموسومات يختزل للنصف في الخلايا الناتجه بتخش في الانقسام الميوزي، خليه تناسليه، اتنين نون تديني خليتين نون ونون، ده في الانقسام الميوزي الاول، عشان تخش كل واحده منهم للميوزي التاني بيتكون في النهاية أربع خلايا أحادية المجموعة الصبغية اسمها خلايا أمشاك فيها نون من الكروموسومات، يبقى تم اختزال عدد الكروموسومات للإيه؟ للنصف. تستمر حياة الشخص المتبرع بجزء من كبده سليم ولا يحدث له ضرر. لحياة الشخص ما بتوقفش، بيحصلوش أي ضرر بعد ما اتبرع بجزء من الكبد السليم، لأن خلايا الكبد مالها يا شباب؟ خلايا الكبد المفروض انها بتنقسم انقسام ميتوزي عشان تعوض ما فقد منها. تمام، تسنيم وحنين، برافو عليكم، اجاباتكم صحيحه، ممتازين شباب. يبقى لان خلايا الجزء المتبقي من الكبد تنقسم ميتوزيا لتعويض ما فقد منها.
السؤال بعده بيقول لي قارن بين حبوب اللقاح والحيوانات المنوية من حيث مكان تكوينها. سؤال سهل، عايزة حضراتكم تجاوبوا عليه سريعا. لو انتوا فاكرين النوعين دول من انواع الخلايا، سواء كانت حبوب اللقاح او الحيوانات المنوية، دول عبارة عن خلايا امشاج، والاتنين امشاج مذكرة. ده المشيج المذكر في النبات، وده المشيج المذكر في الانسان والحيوان. حبوب اللقاح خلايا بتكون نون كروموسوم، والحيوانات المنوية كمان نون كروموسوم. بس مش ده إجابة السؤال، أنا بحاول أقول لكم شوية معلومات نراجع بيها. ها يلا بينا كده نشوف مكان تكوينها فين. أنا يمكن سهلتها عليكم شوية. الحبوب اللقاح بتتكون، هي طبعا المشيج المذكر في النبات، وبالتالي بيتم تكوينها داخل خلايا المضج، خلايا تناسلية في النبات اللي هي خلايا المضج، بينما الحيوانات المنوية بيتم تكوينها داخل خلايا القصية في الإنسان والحيوان. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، وهسيبكم تفكروا في السؤال شوية. أولا بيقول لي بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين في الكون كام؟ تنسوش إن أنا كان عندي سحابة من غازي الهيليوم والهيدروجين، افتكروا كده نسبتهم كانت كام؟ شكرا تسنيم على مشاركتك الفعالة معايا. بقيت الناس يا جماعة نجاوب. بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين في الكون، طبعا هي النسبة الأعلى، أنا كان عندي نسبة 25% إلى 75، فنسبة الغاز الهيدروجين هي الأعلى الـ 75%، بينما نسبة الهيليوم كانت هي الـ 25%. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد يعني 2 نون، الاتنين نون بكام؟ الاتنين نون باتنين وتلاتين كروموسوم. إذا النون 16 كروموسوم. طب هو عايز إيه؟ قال لي فإن عدد الكروموسومات في خلية البويضة، هي البويضة نون ولا اتنين نون يا شباب؟ البويضة بس من غير كلمة مخصبة هي نون. يبقى معنى كده إن البويضة فيها كام كروموسوم؟ فيها 16 كروموسوم. لكن لو قال لي بويضة مخصبة هيكون فيها 32 كروموسوم. تمام يا حنين، إجابتك سليمة، بتوصلني متأخر شوية بس سليمة. ونور وصلتني إجابات منك، برافو عليكي، برضو الإجابة وصلت متأخر شوية ولكنها برضو صحيحة، برافو. القطعة الضوئية التي تكون صورة معكوسة مساوية للجسم. ناخد بالنا بقى إن الصورة مساوية، صورة معكوسة، اللي بيكون الصورة معكوسة هي المرايا، ومساوية يبقى هي المرآة المستوية. يبقى المرآة المستوية تكون صورة معكوسة الوضع مساوية للجسم. إذا تحرك قطار بسرعة 100 كيلو متر على الساعة، فإنه يقطع مسافة 40 كيلو متر في زمن قدره قد إيه؟ يبقى أنا هعمل إيه؟ أنا محتاجة كده إيه؟ الزمن. يبقى الزمن يساوي إيه؟ الزمن يساوي المسافة على السرعة، يبقى 40 على 100، يبقى 4 على 10 بكام؟ بـ4 من 10 ساعة. السؤال ده لو جه أكمل يا جماعة ما ينفعش أقول له الزمن في النهاية بـ4 من 10 ساعة، يعني لما أقول لحضرتك هو القطر استغرق في الرحلة بتاعته قد إيه؟ تقول لي 4 من 10 ساعة مش لايقة. ففي الحالة دي هنا يلزم التحويل لدقائق عشان يبقى الرقم مبلوع شوية. أضرب في 60 على طول الـ 4 من 10 في 60 عشان خاطر أعرف إيه؟ أقول له رقم هو يفهمه. لكن هنا اختيارات فأنا مش ملزم هنا بتحويل، لكن لو دي مسألة فلأ هنا لازم أحول، لأن 4 من 10 ساعة ده مش زمن حد يعرف يفهمه شوية. صغير جدا على إن عقلي يستوعبه ويفهم يعني إيه 4 من 10 ساعة، لأ أحولها لدقيقة عشان يقدر يقدر عقلي. تسنيم ونور وحنين، برافو عليكم، إجابتكم سليمة. نستقبل السؤال اللي جاي، بيقول لي متى يحدث تتكون صورة حقيقية لجسم موضوع أمام مرآة مقعرة عند نفس موضعه؟ بصوا كده الحل هنا اهو، عند نفس موضعه. يبقى أنا عايزة حالة مكان ما الجسم واقف الصورة بتتكون، اللي هي كانت فين؟ عند المركز، تتكون الصورة عند المركز، حقيقية مقلوبة مساوية. يبقى أنا أقلب في دماغي كده وأشوف الحالات مين اللي بتتكون فيهم الحالة
في نفس المكان، يبقى عند الايه؟ عند المركز. يبقى بقول عندما يقف الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، او عندما يقف الجسم على مسافة تساوي مركز تكور المركب. السؤال اللي بعده بيقول لي تتساوى أو تتطبق الإزاحة الحادثة لجسم متحرك مع المسافة المقطوعة، إمتى الإزاحة تساوي المسافة؟ تمام شباب، أنا متابعة الإجابات بتاعتكم. تسنيم برافو، إجابتك حلوة جدا، ما تقلقيش تسنيم الأخطاء الإملائية اللي الكيبورد بيعملها معاكي أنا مركزة فيها، فيعني إيه ما تتعبيش نفسك ترجعي تكتبي الإجابة تاني. برافو حنين، إجابتك حلوة جدا على السؤال. تسنيم الصوت قطع، يعني انت مش سامعيني دلوقتي، انا انتظرت ثواني بس عشان خاطر اديكم فرصه تجاوبوا، لكن هل الصوت قاطع عندكم دلوقتي مش سامعني؟ معلش حد من الكنترول يقول لي الصوت تمام ولا لا. هل الصوت تمام يا جماعه؟ تمام ماشي، شكرا يا نور. اوكي نستكمل مع بعض. تمام سامعيني دلوقتي؟ طب كويس جدا. اوكي يبقى تعالوا نجاوب على السؤال اللي بعده. تتساوى الإزاحة الحادثة لجسم متحرك مع المسافة المقطوعة. بصراحة إجاباتكم كلها كانت رائعة. قال لي عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت، يبقى أنا لازم أقول كلمة خط مستقيم، ولازم أقول إنه اتجاه ثابت، يعني الجسم ما راحش ورجع، لا في نفس الاتجاه ما غيرش. السؤال الثالث بيقول لي مفهوم علمي، اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. أول حاجة نظرية تفترض أن المجموعة الشمسية نشأت من كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها. كرة غازية دي على طول تفكرني بإيه؟ يلا شباب، تفكرني طبعاً بنظرية الإيه؟ السديم. مؤسس نظرية السديم هو لابلاس، وأصل المجموعة الشمسية فيها هي السديم. الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي. فاكرين الحمض ده كان اسمه إيه؟ كان اسمه الحمض النووي DNA. لو حضراتكم فاكرين أنا كان عندي حاجة اسمها تركيب الكروموسوم. تركيب الكروموسوم كنت بتكلم عن تركيب عام اللي هو كان كروماتيد زائد سنترومير، وكان بيظهر أثناء الانقسام في صورة 2 كروماتيد، لكن قبل الانقسام بيكون كروماتيدة واحد. كان بعد كده عندي حاجة اسمها تركيب كيميائي للكروموسوم. في التركيب الكيميائي الكروموسوم كان بيتكون من الـ DNA، الحمض النووي DNA زائد بروتين. اللي بيشيل المعلومات الوراثية هو الحمض النووي موجود على الكروموسوم. فلما يجي يقول لي المكان المسؤول عن حمل المعلومات الوراثية، فبقول له دي ان ايه داخل الكروموسوم، لان هو لما شرح عندكم في المنهج قايل ان الكروموسوم بيحمل المعلومات الوراثية، وقال برضو ان دي ان ايه بيحمل المعلومات الوراثية، فعشان ما نلخبطش نفسنا دي ان ايه على الكروموسوم هو المسؤول عن حمل المعلومات الوراثية، او الاجابة الادق هو الدي ان ايه. مرآة تكون دائما صورة مصغرة للاجسام. الصور المصغرة بتكون في انهي مراية يا جماعة؟ المراية اللي احنا بنستخدمها دايما في توسيع مجال الرؤية اللي هي المرآة الايه؟ المحدقة. الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة، تعريف حاجة سهلة جدا. الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة ده كان تعريف السرعة المتجهة. قانون السرعة المتجهة كان بيقول إن العين المتجهة تساوي الإزاحة على الزمن الكلي، ساش إنه الزمن بتاع المسألة كله. السؤال اللي بعده ما المقصود بكل من المجموعة الرباعية والبعد البؤري للعدسة؟ يلا بينا هستنى إجابات حضراتكم. عايزة تعريف المجموعة الرباعية وعايزة تعريف البعد البؤري للعدسة. فاكرين المجموعة الرباعية دي أنا كنت بشوفها فين؟ المجموعة الرباعية دي كانت بتظهر في الطور مين بقى؟ كانت بتظهر في الطور التمهيدي الأول. المجموعة الرباعية كانت بتظهر في الطور التمهيدي الأول. من أنهي انقسام؟ طبعاً من انقسام الميوزي. تعريفها بقى إيه؟ أستنى أسمعه منكم. تمام؟ مجموعة مكونة من 4 كروماتيدات، اتسمت طبعا مجموعة رباعية لأن 4 كروماتيدات. ليه 4 كروماتيدات؟ عشان هي ناتجة من تقارب كروموسومين متماثلين، فبقى عندي 4 كروماتيدات. طب دي موجودة فين؟ موجودة في الطور التمهيدي الأول من انقسام الميوسي. يبقى هي مجموعة مكونة من 4 كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموسومين متماثلين في الطور التمهيدي الأول. طب تعريف البعد البؤري للعدسة، تسنيم التعريف مش حلو، ارجعي احفظي التعريف لان كده تنقصي عليه حبيبتي.
انت بتقولي الكروموسومين الداخليين في الطور التمهيدي الاول، مفيش حاجه اسمها كروموسومين الداخليين. انت كده دخلتي ما بين تعريف ظاهره العبور اللي هي عمليه تبادل بين اجزاء من الكروماتيدات الداخليه، يعني كمان مش كروموسومين، لا الكروماتيدات الداخليه، فده تعريف ظاهره العبور وليست المجموعه الرباعيه. افتكري دايما تعريف المجموعه الرباعيه بانها مجموعه مكونه من 4 كروماتيدات. حنين تمام ونور تمام. البعد البؤري للعدسه، طبعا البعد البؤري هو المسافه ما بين البؤره الاصليه والمركز الايه البصري للعدسه. تعالي نكمل. وضع جسم على بعد 8 سنتيمتر من عدسه محدبه بعدها البؤري 2 سنتيمتر. برضو السؤال ده انا دايما بقول لكم اول حاجه ادور عليها نوع القطعه البصريه بتاعتي. القطعه البصريه اللي عندي هي عدسه محدبه، فابدا برسم العدسه المحدبه، بعدين ادور على اي حاجه تدل على البعد البؤري او نصف قطر التكور. هنا مديني البعد البؤري ب2 سنتي، يعني البؤره عند 2 سنتيمتر، اذا المركز عند 4 سنتيمتر. طب قال لي الجسم موضوع على بعد 8، فين ال 8؟ ال 8 دي بعد الأربعة، تمام؟ فالجسم بعد المركز، فالصورة تتكون بين البؤرة والمركز حقيقية مقلوبة مصغرة. بس أنا بقى لما أجي أتكلم على مكان الجسم ما بقولش بين البؤرة والمركز، بقول على بعد أكبر من 2 سنتي وأقل من 4 سنتي. لو ما كتبتش الكلام ده وبين قوسين جنبه بين البؤرة والمركز كده أنقص الدرجات. يبقى ناخد بالنا شباب من صيغة الإجابة عشان ما ننقصش الدرجات بتاعتنا. تمام، في مشكلة عند حضراتكم ولا الدنيا حتى الآن كويسة؟ تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. صوب، وهسيبكم تشتغلوا في صوب شوية لوحدكم. السؤال الأول بيقول لي صوب تحدث تفاعلات كيميائية فجائية عنيفة داخل نواة النجم أو داخل النجم تؤدي إلى انفجار. التصويب هنا موجود لكلمة كيميائية. التفاعلات اللي بتحدث هي تفاعلات إيه يا شباب؟ سؤال سهل خالص. التفاعلات اللي بتحصل هنا هي تفاعلات نووية. السؤال اللي بعده بيقول لي يحدث التكاثر بالأبواغ في نقط. كلمة الأبواغ يعني الجراثيم. في نقط يا جماعة يعني عايز مثال. يحدث التكاثر بالأبواغ في إيه؟ التكاثر بالأبواغ هيكون في فطر عفن الخبز، فطر عيش الإيه؟ الغراب مثلا، أو ممكن أقول في معظم الطعام. يتم تصحيح طول النظر باستخدام مرآة مقعر. إحنا عايزين نصوب الجملة دي. يتم تصحيح طول النظر باستخدام إيه؟ طبعا لو انتم فاكرين احنا كنا بنقولها قاف مع قاف، قصر النظر فيها حرف القاف فبنستخدم العدسه المقعره، بينما طول النظر بنستخدم مراه او عذرا بنستخدم نظاره طبيه عدستها ايه محدده. يبقى يتم تصحيح طول النظر باستخدام العدسات الايه المحدده. نكمل. سياره تقطع مسافه 200 كيلومتر في 150 دقيقه، سرعتها تكون كام كيلومتر على الساعه؟ في الحالة اللي زي دي يا شباب ال 150 دقيقة دي لازم تتحول إلى ساعة، لأن أنا عايز السرعة في النهاية بوحدة الساعات. فهنعمل إيه؟ هنقسم ال 150 على ال 60. 150 على الإيه؟ ال 60، يعني الساعات هتبقى هنا 2.5 ساعة. طب لما أجي أحسب السرعة يبقى 200 على ال 2.5 هتساوي كام؟ 80 كيلومتر على الساعة. يعني انت سنين نور، برافو عليك. السؤال بعده بيقول لي سيارة تتحرك بسرعة 80 متر على الثانية، استخدم السواق الفرامل تنقصت السرعة بمعدل 2 متر على الثانية تربيع، عايزين الزمن المستغرق من لحظة الضغط على الفرامل حتى توقف السيارة. السيارة ماشية بسرعة 80، يبقى ادي أول عين قابلتني، فنسميها عين واحد. استخدم السائق الفرامل فتناقصت السرعة بمعدل 2، يبقى إذا تناقص السرعة بمعدل 2 متر على الثانية تربيع، بصوا دي كده وحدة قياس العجلة أهي، يعني الرقم ده عجلة وكلمة تناقصت معناها إن أنا أجي أحط على العجلة إشارة سالبة، يبقى الجيم بسالب 2. احسب الزمن، يعني أنا عايز الدلتا إزاي؟ المستغرق من لحظة الضغط على الفرامل حتى تتوقف، تتوقف معناها إن قيمة عين 2 تساوي 0.
ابدا احسب الزمن، الدلتا زي تساوي ايه؟ الدلتا زي تساوي عين 2 ناقص عين 1 على ج. عين 2 بكام يا شباب؟ صفر ناقص 80 على سالب 2. صفر ناقص 80 بسالب 80 على سالب 2 هتساوي 40 ثانية. ده الدلتا زي. حد بقى سبقني ولا لا؟ تسنيم، برافو. لا تسنيم ده اجابة السؤال اللي فات، لا لسه ما سبقتنيش. تمام انا سبقتكم، يلا نكمل. قطع الدائرة 240 متر في 16 ثانية ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا على الأقدام في زمن قدره دقيقتين. عايزين نحسب السرعة المتوسطة للرحلة. العداء مشي مسافة 240 متر في 16 ثانية ثم عاد، عاد يعني نفس ال 240 متر تاني خلال 2 دقيقة. هنا في مشكلة، الزمن مش متشابه، فأحول مين لمين؟ يفضل تحويل الكبير للصغير. الدقيقتين نضربهم في 60 هتساوي 120 ثانية. نشطب الرقم ده عشان ما نشتغلش بيه. عايزين نحسب السرعة المتوسطة للرحلة كاملة. السرعة المتوسطة عندك تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. أول خطوة عندي إحنا عملناها، اللي إحنا لسه عاملينها فوق دلوقتي، اللي هي تحويل الزمن. فالزمن يساوي إيه؟ 2 في 60 ب 120 ثانية. إذا الزمن الكلي 16 رايح و120 راجع، يعني الزمن الكلي 136 ثانية. طب مسافتي 240 رايح و240 جاي، يعني 240 في 2 ب 480 متر. سرعتي المتوسطة تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي، يعني 480 على 136 هتساوي 3.5 متر على الثانية. يلا نكمل مع بعض، يلا بينا. مثال أخير بقى بيقول من الشاف المقابل عايزين نحسب المسافة الكلية والإزاحة إذا تحرك الجسم في المسار من A إلى B، أو المسافة الكلية والإزاحة، وايه بقى مش أو، عايزين نحسب رقم 2 المسافة الكلية والإزاحة إذا تحرك الجسم من A إلى C مرورا ب B. يبقى خدوا بالكم هو طالب مسألة هنا أربع حاجات، طالب مسافة وإزاحة في المسار AB، مسافة وإزاحة في المسار AB، ومسافة وإزاحة في المسار AC. نشتغل بالراحة واحدة واحدة. طالما في دايرة يبقى أول خطوة في حوار الدايرة إن أنا أحسب المحيط. محيط الدائرة تساوي 2 باي ناق، يعني 2 في 22 على 7 في نص القطر بتاعي اللي هو 7. فإذا محيطي طلع بكام؟ 44 متر، وهنخلي الرقم ده على جنب عشان هنحتاجه. أبدأ بقى أخش في خطوات الحل. المسافة في المسار من A إلى B، الحتة اللي أنا مشيتها دي هي ربع المحيط، والمحيط كان بكام؟ محيط ب44، يبقى ربع في 44 يعني 11 متر. طب عايزين نحسب الإزاحة، عايزين نحسب الإزاحة يبقى هنوصل خط مستقيم من A إلى B اللي أنا عاملاه بالأخضر ده، وعشان أحسب طول الخط ده أقفل مثلث. هنعمل المسافة من هنا لهنا، ده نص قطر بسبعة متر هو مديهوني في المسألة، وبالتالي من هنا لبي برضو ده سبعة متر لأنه أيضا نص قطر. أصبح عندي مثلث ضلعين وسبعة، وأنا عايزة طول الوتر اي بي. يبقى الإزاحة تساوي فالمتجهة بتاعتي تساوي طول المتجه من اي إلى بي، اللي هو وتر من نظرية فيثاغورس. يتحل إزاي؟ بجذر الضلع ده تربيع زائد الضلع ده تربيع، يعني جذر السبعة تربيع زائد السبعة تربيع يعني 49، وتسعة واربعين يعني جذر 98، يعني 9.9 متر. باقي الاتجاه أحط أنا الاتجاهات كده عند نقطة البداية، هلاقي نفسي متجهة في اتجاه الشمال الإيه؟ الغربي. يبقى الإزاحة بتاعتي 9.9 متر في اتجاه الشمال الغربي. مفهومة يا شباب قبل ما ننقل على النقطة التانية ولا في مشكلة؟ لو في أي حاجة ابعتوا لي فورا. يلا بينا حلوين؟ تمام أوكي يا نور. نكمل بقى الجزء اللي بعد كده، عايزين المسافة لما مشينا من A إلى C مرورا ب B. نعملها إزاي دي يا شباب؟ المسافة من A إلى C أنا كده مشيت نص الدايرة، يعني مشيت نص المحيط، يبقى نص في 44 بكام؟
22 متر. طب الإزاحة، الإزاحة بتاعتي هتساوي طول المتجه، الإزاحة اللي هي فاء المتجهة، هتساوي طول المتجه من A إلى C، وأصلا المتجه من A إلى C ده اللي هو القطر بتاعي. نص قطر بسبعة يبقى القطر بكام؟ بأربعتاشر. أربعتاشر متر في اتجاه إيه؟ لو حطينا المنحنيات فده بالنسبة لي اتجاه الغرب. حطينا المنحنيات هنا فهيكون ده بالنسبة لي اتجاه الإيه؟ الغرب. يبقى 14 متر في اتجاه الغرب. أنا كده يعتبر خلصت الجزء اللي أنا عايزة أتكلم فيه. فيعني لو عند حضراتكم أي مشكلة ابعتوا، وفي سؤال عندكم ابعتوا. تسنيم، لا في لخبطة عندك في النتائج، معرفش أنت متأخرة عني في الحل ولا إيه. أه كده تمام، الله ينور. أتمنى تكون حصة النهاردة نالت إعجاب حضراتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد. كنت مبسوطة جدا النهاردة بالتفاعل بتاعكم معايا، وكل شكر وتقديري ليكم والله، وشكر خاص لزمايلي في الإدارة العامة للتعليم أو المحتوى التعليمي. أشوفكم على ألف خير يا رب. وكان معاكم النهاردة شيماء الديب، معلم أول علوم بمحافظة مطروح. السلام عليكم ورحمة الله.